ونبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع تعادل فريق الأهلي مع نظيره الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم 18، وبكده أصبح فريق الأهلي رصيده 64 نقطة في المركز الثالث في الدوري، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 37 وبيحتل المركز التاسع في جدول الدوري. فاز منتخب شباب مصر لكرة اليد على المنتخب الليبي بنتيجة 40-23 في انطلاق مشواره في البطولة الإفريقية في نسختها 29 للشباب لكرة اليد، واللي بتستضيفها رواندا في الفترة من 20-29 أغسطس. المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش خسر لقب بطولة العالم اللي أقيمت في مدينة نانسي الفرنسية بعد الخسارة أمام منافسه إنجليزي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1. وفي الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد حقق فوز قوي على تشيلسي بنتيجة 3-0 في مباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة رقم 3 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيرفع فريق ليدز يونايتد رصيده للنقطة 7 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وبيتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 4 في المركز الـ12. والتعادل الإيجابي 3-3 حسم مواجهة فريق مانشستر سيتي إنجليزي ونيوكاسل يونايتد في المباراة الكبيرة اللي جمعتهم على ملعب سان جيمس بارك، وده كان ضمن منافسات الجولة رقم 3 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيحتل مانشستر سيتي وصافة البريمير ليج برصيد 7 نقاط، ونيوكاسل في المركز السادس برصيد 5 نقاط. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.